رشا، وصلنا لختام صباحنا غير مع مساحة من الأنثوية وإبداعية. دائما نحكي عن عالم الاهتمام بالمظهر، عالم الأزياء وعالم تصميم الأزياء وعالم الإكسسوارات اللي هنون أكيد اليوم بيكملوا بعضهم. اليوم لتقدري تلبسي تياب حلوين لازم تكملي في مكملات، إن كان بالميك أب وقطعة الإكسسوار. اليوم في اهتمام كتير كبير من الصبايا بعمر مبكر ولكل الأعمار أكيد، وكل شيء بيناسب، يعني كل عمر بيناسبه، إن كان قطعة معينة بالحجم أو بالموديل حتى. صحيح، وقديش مجال الإكسسوار وتصميم الإكسسوار عم يأمن فرص عمل خصوصا للسيدات؟ قديش عم نشوف معنا بصبحنا غير عم يطلعوا سيدات عندهم مشروعهم الخاص، ورح نحكي اليوم عن واحد من هي المشاريع. وبسعدنا نرحب بهدى الحلبي وهي مصممة إكسسوارات. يسعد صباحك هدى. بونجور، صباح الخير، كيفك؟ تمام، أنت كيفك؟ هلا أنا هدول أخذوا عقلي فوقفت شوي عن الأسئلة. مقدمين كلهم؟ كلهم. هلا انا عندي استعداد البسهم كلهم، انا بحب هيك، بحب ارجع يعني. ما بيرجعوا. هلا هذا نزل على السوق جديد. ونزلوا ذهب على فكره، قبل ما يغلى الذهب كثير كانوا صاروا مقبول. ايام ما كان لينا نصح. تماما. اليوم هدى بدي اقول لك صباح الخير لليوم، وعم نحكي عن مشروع وعالم من التسويق وهو باب رزق لكثير من السيدات. خلينا نحكي بدايه عن مشروعك الخاص بشكل خاص. أول شيء سعد صباحكم. صباح الخير. هلا المشروع أنا بلشته من حوالي سنتين، كان هواية مو أكتر، وكان تقليد للذهب أكتر. هدول الخواتم أول ما نزلوا كتير في صبايا حبوهم، بس بسبب إنه أسعارهم ما بتناسب الكل. عم نحكي عن هدول. تمام، أسعارهم بما إنها كانت ما بتناسب كتير فئات معينة، حبيت بلش فيهم. أول خاتم عملته كان باسمي. وجربته، بعدين حسيت انه العالم لما تشوفوا على الصور، على صوري على الانستغرام وكذا ينطلب، متبلشت بالمجال رغم انه ما كان مجالي ابدا، بس انا بحب الشغلات اللي بتلفت نظر كثير. هلا هدول اسمهم سنسال، خواتم سنسال. صحيح. طبعا كلياتهم مطليين بماء الذهب المكفول، يعني هنا ما بيبينوا ابدا انه مو ذهب مثل اللي انا لابستهم تماما. تمام. لكل مصممه اكسسوار بيكون لها بصمتها الخاصه، يعني بتلاقي مثلا صبيه بتميل لاستخدام الاحجار الكريمه او للفيروز. انت واضح من الاكسسوارات هو تقليد الذهب، موديلات الذهب. وهو عن جد نحن ما بنقفرهم يعني مو بسهوله. انا مو ضد، بس انا ما بحب الاحجار، مالي مراء كثير. انا بحب الشغلات اللي بتلفت نظر اكثر. الاحجار كثير كثرت وكل الناس عم تلبسها، هدول مو اي حدا له مرايع. يعني مثلا هذا الموديل، خلينا نرفعهم على الكاميرا. هاي كاميرتك، تفضل. هذا الموديل نزل منه الحجر او المطاط ومعه قطعه واحده. انا فضلت يكون بلون الذهب وفي له كذا. هدول صبايا صغار ولا موصولين مع بعض؟ لا، كل واحد لحال. كثير دارج هلا عم نشوف سناسل ثلاث قطع، بس كمان اليوم الصبيه لحتى تقدر تلبسه مفروض يكون تيب الرقبه يناسب انه مضبوط. هلا في صبايا اللي ما عم يناسبها او مثلا محجبه عم تطلبوا انه يكون السلسله اطول كموديل. تمام. عم نحكي اليوم هيك عن تجربة خاصة وعن مشروع خاص. اليوم إذا هيك حبينا شوي نستعرض اليوم خصوصية. اليوم القطع اللي عم تعملها حلوين. يعني اليوم حلو ما بيخبي حاله. هن الموديلات كثير عم تنطلب، وفي حتى في صبايا قد ما بتحب هالشغلات عم تختار الاسم مع شيء ثاني موجودين على صفحتي هن بشكل عام. هلا اليوم عم نشوف اليوم البلاك عم يحمل اسم معنا بيان وليلى. صاحبة الاسم حتربحهم، كل حدا عم يشوفنا حيربحهم. ايه اكيد بيتواصل معي على الصفحة وبيربح الاسم. طيب ليه ما حطيتي رشا، نرمين، نهالة مثلا؟ يعني شو، انا اسمي ليلى على الهوية على فكرة، مشان اكسب شافتكم مرة ثانية. هلا هي القطع كلياتها مو، والمخرج دائما بدلعوا بيها. هلا حتى هنيك في موديل على هذاك المانيكان، ايه للسيارة معمول اللي هو اذا بين معك. سوري شكله ضل بال، لا ليكم هاد انعمل لسيارة تماما، حسيت انحط عليه الإشارة والاسم ورقم السيارة. كتير حلو، هاتي نفرجيه للكاميرا. طيب هاي وين تنحط هاي القصة؟ يعني هلأ أنا بفضل تنحط بمسبحة على مراية السيارة، بس كان طلب الزبون انه تنحط سنسلة ومثل بس هي صغيرة شوي، يعني اليوم أنا قدر أقراها. طلب الزبون، أنا بمشي على طلب. بس حلوة الفكرة يعني. أي. اليوم حتى هي الفكرة كانت منتقلة. حلوة سنسالها، ليكي شو حلوة على الكاميرا. تمام. وفيها معلومات تفصيليه، يعني رقم الموديل واسمه. هلا وحلاوه هذا الشغل، اي صوره او اي موديل بينزل على النت او على جوجل بينبعث لي بتفصل فورا. يعني ما في شيء صعب بالتفصيل. بتعرفي احيانا انا بعرف حدا كان ملبسها لطفل،
بمعلومات يعني ولادتها ولادتها تماماً. والاسم لا مو الولاده، هلا الولاده الشيء ديزاينات الولاده غير، انه بحس اذا تاه او شيء في سنسله محطوط عليها، كنا نشوفها بالجواكيت من جوا انه يحطوها معلومات عامه. صحيح. اليوم خلينا نحكي هيك، هدى اليوم وقت انت بتبلشي بدك تعملي هذا التصميم اللي بايدي مثلا العين منين اليوم بتستوحي افكارك؟ ودائما حلو انه المصممه تروح للشيء الغريب، يعني نحن صرنا ننزل على السوق نشوف كوبي بيست عن كل الموديلات، فنحن اليوم ما بقى في شيء انه عم يجذبنا اليوم انه واو اليوم القطعه هي كثير حلوه. صحيح. فشو خبرينا اليوم، انت بتفتحي نت بتشوفي اراء اللي حواليك؟ هلا مو بشوف اراء، اوقات في زباين ممكن تبعث لي موديل انا غيره. في زباين وفي بحكم انه اللي فتره منيحه على النت في عالم بتثق برايي اكثر، يعني مثلا في صبيه طلبت مني انه تعمل طقم هيك فراش. انا غيرت لها موديل الفراشه سويناه مبخش، ما بعرف اذا واضح او مبين. تمام. طيب انت كلهم بتشتغليهم على ايدك ولا في ورشه بتتعاملي مع الانصيه؟ لا ورشه بتعامل معها حصرا القطع لإلي، حتى هو الموديلات اللي بيعمل لي اياها لحاله بيعمل اياها وبيبعتها. انت شو بترسمي وبتبعتي له ولا كنت ارسمهم انا بعدين صار خلص شيء مكرر بس نضيف عليه، يعني اول شيء انا رسمت قطع قطعتين اللي هو اسمي خاتم اسمي، اول ما نزلوا التاجات الفراشات ونزلوا هدول الجنازير القلوب، بعدين انا عملت اول شيء خاتم حرف كان مقدم كدولة بلوجر عندنا بسوريا مشان تعمل لي اعلان من الحرف هذا استوحيت فكره الاسماء. طيب. هلا اليوم هذا الطقم فراش ان كان بتسنسال او بالبلاك شو بدنا نقول؟ كنت اسم عم تسألي على الاسم؟ لا بدي اسألها عن الالوان، يعني عم نشوف نحن الابيض والذهبي، هو شو الابيض فضه؟ الفضي ايه مطلي فضي مطلي فضه، وفي فضه نظامي يعني اللي بيطلب مني فضه ما بده مطلي موجود متوفر، يعني الورشات اللي انا بتعامل معها بتدعم بكل النواحي من هالقصص، حتى قصص الخرز ممكن اعملها بس ما عندي وقت تنطلب مني، بس ما في وقت، ممكن ندخل احجار العين او كذا على القطع ممكن، غير هيك ما فيني اشتغل اكثر. دائما اول عمل مثل اول حب بحياتنا بيبقى بالذاكره، حتى ولو نحن كبرنا ورجعنا نتذكر انه واو انا مرقت بهي المرحله الضحك على حالي. صحيح. يمكن اليوم انت نفستي قطعه بعدين بعد ما طورتي حالك صرتي ترجعي لها تحسي انه كان في اغلاط كثير كان مفروض تعملي هيك، بس ولكن بيبقى لها ذكرى حلوه كثير. شو اول شيء ساويتي هدى خبرينا عنه؟ ساويت مثل ما قلت لك اول شيء ساويت خاتم باسمي بعدين ساويت وين الخاتم؟ ما عاد لبسته لانه صار في شغلات اجدد صاروا ينضبوا، بس اوقات برجع لورا بتذكر في قطع كثير انعملت غريبه منها، في صبايا تطلب صليب، في صبايا تطلب مجسم، كلهم هلا انا لما برجع بصور الصفحه لانه الصفحه عمرها سنتين في صور كثير حتى طريقه التصوير كانت غير وكله تصويري، انا ما بصور فوتو او عملتي اخفاء للمنشورات القديمه؟ لا بالعكس كثير بفتخر فيهم لانه كنت اول مرحله. شوفي حالك كيف تطورتي وكيف غيرتي يعني بتقنيه عرض منتجاتك اكثر. انا بشكل عام لي 10 سنين بالسوق يعني بشتغل شغل ثاني خاص فيني، هي اول شغل بعمله لإلي باسمي، يعني حتى الصفحه باسمي هذا اللي خلى الناس اكثر تتقرب مني، يعني انا هلا من جديد العالم بتحب اني انا اطلع احكي معها اكثر كلايف او كفيديو او ككذا هيك. اليوم عملك بالبيت هدى او عندك شيء خاص بالاسم؟ لا هلا كاكسسوارز موجودين بمحلات ضمن الشام باسمي، كشغل ثاني لإلي انا مستلمه محل ثاني. كيف بتلاقي هذا المشروع لكل الصبايا اللي حابين يشتغلوا؟ والاسعار يعني دائما نحن بنروح لموضوع الاسعار، في كثير ارتفاع بقطع الاكسسوارز يعني صار اذا 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 عندي فلا، لانه انا الخرز بينباع اغلى من قطعي. عن جد؟ اي طبعا، يعني انت مثلا عندك هذا الطوق عندي على الصفحه مبيعه 15000 جدا شيء رمزي بالنسبه لشيء مثلي ذهب. عم توفي معك؟ ايه هلا عم توفي معك وجوده، معلش خلينا طالما انت حكيتي اليوم السعر سميتي السعر تماما، ففي جوده، يعني احيانا عم ناخذ حلق كثير صغير ناعم حقه 15 بقول لك مكفول وبقول لك اليوم هذا وبيروح لونه بعد كم لبسه هلا كله بيروح. ايه هلا انا هذا اذا بدي جاوبك عليه في عالم حتقولي شو متكبره او شايفه حالها، الجوده هي هي سواء كان حقه 30 او 15، مين اللي ممكن يثبت كلامي؟ الاشخاص اللي عم تاخذ من عندي متابعين، يعني ال 12000 فولو اللي عندي على انستغرام كلهم بيشهدوا انه القطع 12002 ايه كله بيشهد انه الكواليتي توب. تمام. طب شو اسم الصفحه تبعيت؟ شكل الهدى باسمي
يعني كاتبتيها بالانجلش اي حدا؟ بالانجلش شوب اي حدا طب كمان خلينا نستفاد من وجودك معنا ونحكي عن طريقه تنسيق الاكسسوارات، يعني طريقه الاكسسوارات اللي موجوده هون بسؤال ختامي كلياتها بتلبس مع بعض اذا بدنا نقول او بتعجق، فنحن كيف ممكن نسقهم مع بعضهم؟ حسب اللبس حسب الالوان، اوقات اذا انت رايحه شيء رسمي بدك شيء معين. هلا انا دائما بفضل اذا مثلا صبيه لابسه فستان مكشوف شوي من فوق وناعم وساعدة اوفر بالاكسسوارز او اوفر بالاطواق من الاقصر للاطول، هي الموضه. هلا نحن وصلنا لدرجه انه موضه ينحط بكل رجل اربع خلاخيل، هي الموضه. هلا انا اوقات ببيع قطع انا مو حابه بيعها، ممكن تيجي صبيه بالمحل اللي انا بشتغل فيه غير الاكسسوارز تقول لي بدي احط هيك وهيك وهيك، بحطهم قدامي انا بعطيها رايي بصراحه انه ما حلو. حلو بس انت بدك تشتري، بس انت بدك حدا يقتنع بقى انه ما حلو. هلا انا قلت لها انا برايي ما حلو، ما حترجعي لعندي اذا انا بقول لك حلو، حدا غيري بيقول لك ما حلو مستحيل ترجعي. فانا صريحه لابعد حد. هذا الشيء مطلوب كثير دائما بعالم التسويق، نحن متعودين نفوت على محلات بيقولوا واو شو حلو وشو لابق لكم مالي مضطره، لانه بالنهايه عم تلبس قطعه انا عاملتها، انا مو شاريتها لبيعها، انا عاملتها لاسمي. يعني هون غرور، في غرور بالموضوع، بس مشان اسمي انا كثير حلو اليوم عندي. نبني الثقه بين يكون في ثقه عند الشخص اللي عم يشتغل ونبني هي الثقه بين المنتج والمستهلك. انا طاير علي بهدول ماني عم بعرف اركز اكثر بس في موديلات اكثر بالمحلات اللي موجوده، بس انا بحس انه هدول اذا رحنا للقصص الناعمه بيطلع احلى، يعني بكونه انه هي كثير ناعمه وسلسال فشوي اصغر بتطلع احلى. هلا انا حديثك هذا هو اللي خلاني احطهم بالمحلات. بتجيني صبيه على النت بتقول لي انه بده يطلع دبج على ايدي، انا ايدي صغيره انا ايدي دبجه. لما نزلوا القطع محلات بقلب السوق صبيه عم تجرب قولا واحدا، لما عم تجرب عم يبين معك انه القطع كلها عم تطلع حلوه اكيد، بس حسب بقى الايد حسب موديل هوا كذا حسب الذوق بالنهاية. تماما. شكرا هدى اليوم لتواجدك معنا ولذوقك الحلو، وهيك وان شاء الله حنكون نتابعك، وطالما اليوم في هاي الثقة حلوة بالمنتج فانت اكيد حتنجحي. شكرا كثير لكم، كل التوفيق لك.